صباح الخير يا حبايبي. النهاردة فلوج وانا صاحية كده على ملا وشي، ورايا شغل قد كده، فقلت ازيد شعري قبل ما حمام الزيت بتاع شعري قبل ما ابتدي اي شغلانة، لان انا لما ببتدي يومي بيكون طويل وعلى طول عندي حاجات كتيرة بعملها. النهاردة قلت اخدكم افسحكم معايا، لان النهاردة عندنا شغل كبير لتنظيف الجنينة وتحضير للصيف. ليه؟ لان احنا طول الشتاء بيكون عندنا تلج وبرة والدنيا ما بتتفتحش خالص 8 اشهر يعتبر في السنة. فبيجي بقى قبل ما الصيف بيطلع بهمسة كده، نروح ايه لمين نفسنا كده ومنضفين تنظيف كبيرة للجنينة اللي بره، علشان نعرف نستمتع بالقعود فيها طول الصيف. واي واحد كندي عايش في كندا هيقولك بالظبط نفس الكلام ده. فهو زيت شعري حمام زيت، هحط المية بالجليسرين اللي هي الروز وارر على وشي عشان ترطيب البشرة، وهحط الارجن اويل ده في اخر الشعر بس علشان اديله هايدريشن. ما تنسوش ان من فيديوهين ثلاثة كده عملت كلام على الموضوع ده very specific يعني، فلو عندكم اي سؤال كده ولا كده شوفوا في الفيديوهات اللي قبل ده. وبعد كده هلفه كده like a little bun. okay. هي دي التسريحة بتاعتي لما بشتغل في البيت معظم الوقت، يا دي يا دفيرة على طول. مش قادرة اقولك قد ايه النهاردة ما كانش ليا مزاج اعمل ولا حاجة، وطول المرحلة دي او الشغل ده جوزي كان بيشدني كأني كنت حجرة تقيلة. يعني انا بالعافية حاليا بلم نفسي عشان اروح اعمل الشغل. هتلاقيني هو طلعت، هو حرام كان ابتدى، كان بقاله ساعة، لان كان عندنا شجر كتير وقع من اخر عاصفة، فكان لازم يقصه حتة صغيرة علشان نحطه في الفاير، يا اما يعني ننظف المكان. وزي ما انت شايفة بتحرك بكل بطء في جسمي، يعني حتى لو قالوا يتحركي بطيء كده في فيلم مكنتش هعرف اعملها، بس شايفين مش قادرة خالص. بس يلا حطيت اهو، سمعت الكلام. انا حاليا مكنتش اصلا مركزة في ولا حاجة، هو قال لي اعملي كذا، انا مشيت ورا الكلام اللي هو قاله لي. ذات سيت ذات اول، لان اصلا انا بياخد مني وقت في الصبح عشان ابتدي اصلا افتح واتكلم وكده. يعني بما ان الشغل كان كبير وطويل وان انا ما كانش عندي طاقه ليه قوي، حاولت اعمل زي كورنر باي كورنر، يعني منطقه بمنطقه. فقلت ابتدي ايه، يعني لما كنتش نفسي في حاجه او اعمل حاجه اروح اعمله على طول، ايه مبتديه بحته صغيره. اول 5 دقايق هما دول بيكونوا اصعب حاجه الصراحه، بعد كده بلاقي نفسي ارتبطت بالشغل يعني، ولقيت نفسي بشتغل عادي. فابتديت من اول الباب، شلت كل اللي قدامه وحطيت مكانه، لان ساعات كتير بنسيب حاجات كتير قدام الباب ده لانه ما بيتفتحش طول السنه، يعتبر اول 7 8 اشهر في السنه. عديت مكنسه كده زي ما انتم شايفين، التراب بيتجمع كتير. يعني المنطقه دي بحاول انضفها بعد كده في الصيف كل اسبوع علشان بيجي لنا ناس، وعلى طول بيكون عندنا قاعده بره وكده. اكيد منظر البيسين مش حلو دلوقتي لان لسه ما فتحتهوش من اصله، عشان كده لونه اخضر. ودي المنطقه بتاعه الباربيكيو يعني، او المطبخ اللي هو الاوتسايد كيتشن لو عايزه يعني. برضو عشان في الورق لما بيجي يقع في اخر السنه بيتكون بقى في حتت واماكن كتيره. انا عندي حد بيجي يعمل الجاردن يعني، بس التنظيف ده كله مفيش حد بيعمله، انا اللي على طول بعمله انا وادم. النهارده كمان كان من اول الايام ان الجو كان ابتدى يتحسن فيها، كان 15 سلسيوس يعني ديجريز، فقلت اوكي البس سويتر كده، وكمان اغسل البيبان والكرسي بتاع بره عشان بحب اقعد في المنطقه دي بعد الظهر، ساعات الشمس بتكون ضاربه فيها فبحب اقعد فيها. فابتديت يعني انضف الباب من بره والمنطقه اللي هو الكاونتر ده بتاع الاوتسايد كيتشن يعني. وادم رجع كذا مره في الحته دي عشان يولع النار، لانها كانت عماله تدفي عشان كان في هوا جامد برضو. الحته دي بحبها ورا البيسين كده مستخبيه، بنعمل فيها فاير ساعات في الصيف بالليل. anyways اهو زي ما انتم شايفين كانت ريحه النار طلع حلوه قوي مع الخشب وكده. اهو قلت يعني خلاص ابتديت اصحى، اتحريت مفيش 3 دقايق بعدها لقيت نفسي سقعت تاني ورحت لابسه السويتر. وكنا لسه عمالين نلم في الخشب وكده. هي المنطقه بقى اللي هي بعد كده تالت منطقه اللي هي بتاعه المرجحه. للاسف المرجحه اتكسرت، فعايزه دلوقتي ادور على واحده تانية واجيب واحده تانية بدلها، بس بيبقوا غاليين فمستنيه شويه انهم ينزلوا على سبيشال ولا حاجه.
اه ده بقى هي كانت اكبر شغلانه. الحته دي الحته اللي بنقعد فيها وبنتغدى فيها، وفي ناس كتيره بتجيلنا على طول فيها، فلازم دي بقى كلها تتفضى. وزي ما انتوا شايفين في اخضر كده على الارض، ده مولد، ده ميلدو، اتس نوت جود. طبعا لازم يتنضف، ده بيحصل من الشتاء ومن الميه وكده، لان كمان بتكون مقفوله طول الصيف. بشيل كل اللي هو العفش بتاع المنطقه دي واروح مطلعه كله بره علشان اعرف اكنس واشيل. شايفين كده دلوقتي هو بعدي المكنسة حتى في السقف، لان بيكون فيه اللي هو بتاع العنكبوت ده النست بتاع العنكبوت وبيبقى فيه ورق كتير من الاشجار اللي حواليه، عشان فيه برضو اشجار حواليه كتير. آه زي ما انتم شايفين كمان كنت مشغلة اللمبة اللي بتسخن علشان كنت سقعانة جدا في الحتة دي. ويلا اهو كل ما تشتغلي في حاجة تلاقي حاجة تانية تعمليها، والشغل ما بيبطلش. بحب المكنه دي قوي قوي لانها بتشفط او بتنطر الليفز، الورق او التراب الصغير الرفيع، فبحب استعملها حتى لو انا كنست وكده برضه، عشان بتشيل اخر الريزيديوز او اي حاجه فاضله كتراب او ورق شجر وكده. اوكي هناخد بريك دلوقتي، right we're gonna take a break. Yep. I'm gonna go, let's go to Tim Hortons. I want a bagel. And I want a little coffee and هنروح نشتري زي منتجات كده، حاجات products، عشان عندنا الأرض مع الشتا وكده بيطلع عليها حاجات خضرة كده like moisture or whatever it is. Mildew. هنروح نجيب حاجات products من عند Canadian Tire and what else are we gonna do? I don't know. تعالوا معانا. I changed my mind. I want to go to McDonald's. McDonald's? Yeah. You got it. I think my period won this time. You usually don't. I can't. I listen. Yeah, let's go to McDonald's. The drama for your mama. I need all this, by the way. Who did? We both did. Yeah, it's true. 50-50. 50-50. Welcome to the Canadian Tire. I hate coming here. I don't. What do you want to buy? What are we buying? The stuff for the cleaner, outdoor cleaner. Mm-hmm. Yeah. Oh, look. What? The... Oh, yeah, for the luggage. That's actually really good. Yeah. Dilute. Diluted? What is it called? 30 seconds? Wow. How much is it? $24.99? Wow, that's great. You should buy it. You I should think buy I it. Will. Yeah. When I go to Sephora, you better give me the same energy. You have to give me the same energy when I buy my makeup at Sephora. Mm-hmm. Yeah? Oh, okay, I know what we need now. I mean, obligador. Yeah. Exactly. You know the yeah. Pump? Yeah. You yeah? Know yeah. I need one. Okay, let's go. Hi, Chrissy! Hi, Chrissy! Hello! Hi! Hi! So, Chrissy! Hi, Chrissy! High five! High five. Yes, good boy. What a good boy you are. What a good boy. رجعنا تاني برا علشان نطلع كل العفش، عشان كنت سبت كل حاجة في النص كده عشان كنت جعت وقلت لازم اروح اكل دلوقتي. So I'm just taking out everything. الكاربت كمان علشان انطرها برا حتى لو كنستها، كله هيطلع يعني. وايوه بنعمل الشغل ده كله كل سنة للفتح والقفل المنطقة، او بنعدي اخر مرة علشان نشيل كل حاجة قبل ما نحط البرودكت علشان ينضف الارض. بحب انشر برا قوي، فرحت قمت جريت غسلت غطا من غطياننا وحطيته برا. حتى الحركة بتاعته بتعجبني في الهواء. فين لما رحت كانيريان تاير جبت برودكت، علشان شايفين اللون الاخضر اللي على الارض ده، that's mildew، بيحصل علشان الشتاء وبيكون في تلج هنا ومية وكده. شايفين البقعة الخضرة دي، فإحنا هنحط البرودكت عليه وهنسيبه علشان بعد كده أعرف أشيله. I really love إن أنا ألعب بالحاجات دي، عشان بعمل نفسي في فيلم جيمس بوند وكده. بس I really like spraying this part. مش عارفة ليه. أدم كان يعملها وقلت له لأ أنا اللي هعملها. ودي كانت آخر حاجة أعملها النهاردة، غسيل الأرض وبعد كده أعدي عليها مية علشان أشيل الصابون، وبعد كده سبته كله ينشف لتاني يوم. وتاني يوم رحت مرجعة كل الفرنيتشر.
لا صحيح، اخر حاجه بعملها هي ان هي شط في المنطقه، كل الحاجات اللي انا نظفتها دي بقى اشطفهم جامد بالبريشر واشر، علشان دي ميه بتكون البريشر بتاعها جامد جدا، علشان لو في حاجه لازقه كده ولا كده او مش عايزه تروح. وكويس جدا ده المكنه دي لتنظيف الشبابيك وتنظيف البيبان من بره، فباجي اشطف كل المنطقه دي كده علشان ايه، على بال ما نيجي نستعملها تكون نشفت وبقت حلوه وبقت نظيفه. اوكي حبيت اخلص الفيديو ببس مشتريات من السيل بتاع سيفورا، بيكوز في حاجات كتيرة حلوة انا think you're gonna like it. اوكي فهعملها بسرعة جدا، مش هشرح هي ايه بس هقول بس المنتجات ايه. اشتريت فرشة تانية اللي هي الفاونديشن برش من عند سيفورا، الكولكشن بتاع سيفورا نمرة 47. الفاونديشن من عند فنتي بيوتي بس الستيك. اوكي جبت ده اللي هو وان سايز تيل دون سبراي. جبت الليب لاينر مفضل بتاعي اسمه ليميتلس براون من ارتست كولر بنسل من عند ميك اب فور ايفر. جبت بودره تانية من هي بودره التثبيت من عند هورا بيوتي الصغيره، برضو جبتها في تشيري بلوسم لان بيفضلوا مده كبيره جدا، فما جبتش كبيره لان كمان ما كنتش متاكده هحب لونها ولا لا. جبت البلاش ده في لون اسمه بيبي، وجبت من عند فينتي بيوتي كمان اللي هو الكونسيلر الجديد بتاعهم عشان اجربه معاكم على الكاميرا. alright اتمنى انكم تكونوا حبيتوا الفلوج ده. I love you a lot. ما تنسوش ان تشجيعكم للقناة مهم جدا بالتعليقات باللايكات بالاشتراكات او اي انتراكشن مع القناة. باي I love you.